أهلا بكم مشاهدينا، نعود مجددا لظلال الأصيل ونفتح نافذة ثانية بخصوص التنمية الريفية. لما نتكلم عن التنمية الريفية معناتها في محاور متعددة ونوافذ مختلفة، من التعليم، من الصحة، من الاهتمام أيضا والتثقيف والتوعية بالنسبة للمجتمع الريفي، الحقوق والواجبات. نتكلم كمان عن المشاريع الناشئة، لأنه كثير من المناطق الريفية بتعاني من مشاكل اقتصادية كبيرة جدا، لذلك تمكين برضو المرأة هو محور رئيس، أنه عشان تنتج وتكفي احتياجها هي في الأسرة من التدبير ومن حاجياتها اليومية هي وأطفالها، وكمان تأسس لمجتمع منتج. تفاصيل مختلفة الحديث عنه ما بتختصر المساحات الضيقة يعني، لكن من نفرد الآن نوافذ وروشتات مختلفة في بريد الأسرة والمجتمع الريفي بالتحديد اللي بتابعنا الآن على قناة الشروق. نحن سعداء جدا نرحب مساء بالدكتور محمد سليمان، أهلا ومرحب بك، مساء الخير. مرحب بكم وتحية طيبة للعاملين بقناة الشروق ومشاهدي قناة الشروق، وأشكرهم كثيرا على هذه السانحة الجميلة. الله يكرمك. دكتور، السودان ده شاسع واسع مختلف ثرائه يعني، والريف ده على مد العين في البسيط السودان، فبرضو يعني لما نقول عايزين نحصر مناطق الريف بيصعب علينا حتى على صعيد الحكومات يعني الاحتياجات الرئيسية بتاعتها. فنحن كالمسمى العام عشان المشاهد اللي بتابعنا الآن يكون معنا في الصورة، نقصد بالتنمية الريفية معناتها بناء المجتمع الريفي، لكن المعنى فضفاض جدا، نفصل في وقتها. أكيد طبعا مصطلح التنمية الريفية مصطلح كبير جدا، وإذا حاولنا أنه يعني نجزئ المصطلح تنمية وريفية، نحن في داخل الغاعات بنقول كده تنمية ريفية. التنمية بتعني التحول، بتعني التغيير، وبتعني التطور والتقدم. لما تضيف عليها مصطلح الريفية معنى أنت قصدت أنك تحسين أوضاع المجتمع الريفي وتحسين أوضاع القاطنين بالمجتمع الريفي بالتحديد. طيب شنو من الأساس يعني لو عايزين نبدأ في التنمية الريفية؟ مرات ذكرت أنه معنى الدولة ما بتنفذ كثير جدا من المشروعات اللي هي الممكنة لها هي بالتحديد، عشان كده بتدخل منظمات مجتمع مدني ومنظمات دولية، بقينا نشوف في الفترة الأخيرة بتمتد في ربوع السودان حتى أنه ترفع من حجم الأضرار وترتقب الإنسان السوداني في مجالات متعددة. البداية الحقيقية لو عايزين نتحصل على تنمية ريفية وتنمية مستدامة بتبدأ من شنو برأيك في الريف بالتحديد؟ يعني لما تقول التنمية هي رديفة بالتوعية. أول شيء عشان تحقق التنمية والتنمية الريفية ممكن بصورة أو بأخرى لازم أنك تستهدف المجتمع وتحدد المجتمعات الريفية وتعمل دراسة كافية وتدخل من مدخل التوعية بالمجتمع الريفي وبأهدافه وباتجاهاته والمشاكل اللي بيعاني منها الإنسان داخل المجتمع الريفي. يعني إحنا لما نفكر في إنه إحداث تنمية في أي مجتمع ريفي بندخل من مدخل التعليم والتوعية ونشر ثقافة التنمية الريفية بالتحديد. طيب لو جينا في جانب التعليم ده، في مناطق ريفية ذاته لو جاء المصطلح بتعريف، في مناطق ريفية فيها خدمات لأنه بتكون بجوار مناطق إنتاجية يعني إذا كان مصانع أو مشاريع زراعية، وفي مناطق ريفية نائية جدا ما فيها أبسط الإمكانيات، فالاستهداف للمناطق الريفية ما فيها إمكانيات دي. في باب التعليم بندخل بشنو يعني في بداية؟ إنه نوفر بيئة تعليمية جاذبة وصحية عشان تطلع جيل صحي، والمعينات بتبدأ من المجتمع نفسه إنه هو يوفرها وما ينتظر الحكومة. طبعاً الريف طبعاً بيختلف من لما تقول الريف بتعني إنه الريف العالم المتقدم والريف العالم شوف سويسرا ريف سويسرا مثلاً، ريف في أوروبا مثلاً والريف في أمريكا. الريف هناك عبارة عن متنزهات يعني الناس بتطلع إذا حبوا تشمها وجو يعني بيطلعوا هناك الريف، لكن الريف عندنا في العالم الثالث هي مشكلة كبيرة جداً. والإنسان الريفي هو أكثر معاناة من غيره. لما تفكر في إنك أنت تحدث تنمية ريفية ومدخلك التعليم والتوعية ونشر الثقافة دي بتكون من جهتين، يعني جهة الإنسان الريفي وجهة الحكومة والمنظمات والمؤسسات وحتى ممكن نقول الباحثين والمفكرين. يعني أنت بتستهدف الاتجاهين عشان تحدث يعني النقلة النوعية والتطور النوعي المنوط داخل المجتمع الريفي. يعني ببساطة كده دكتور، ونحن شفنا التقارير الأخيرة حتى في شرق السودان مثلا، المدارس إذا كان بين الأساسية للتعليم بتفتقر لأبسط الإمكانيات يعني والحاجيات، وعندنا مشكلة حقيقية وهي مشكلة الوجبة المدرسية، لأنه في مناطق بتبعد بعيد من مناطق السكن، والأسر في الفترة الأخيرة هي حابة إنه أبنائها تتعلم لكن الظروف الاقتصادية ضغط عليهم، عشان كده أبنائهم بيستيبوا من الدراسة وبيدخلوا معاهم في جانب الرعي ولا النشاطات اللي بتقوم بها الأسر. فدي ده دور حقيقي إنه نجيب فيه
غير انه دور مجتمع ووعي الاسر كمان دور تضافر فيه كل الجهود. اكيد طبعا التنميه الريفيه اوريدي هي بتقوم يعني على المشاركه، والمشاركه بتتم من جهتين، الجهات الرسميه اللي هي الحكومه والمنظمات والهيئات الفاعله والانسان الريفي نفسه. يعني انت لما تفكر في احداث تنميه ريفيه داخل المجتمع بتستهدف الاتجاهين، وفي حاله التعليم والتسرب اللي قاعد يحصل والضغط الاقتصادي والمشاكل الان اللي بيعاني منها الريف، ممكن اقول الريف السوداني بالتحديد، الناس يعني بصوره او باخرى لازم تتضافر الجهود عشان تاخده بالريف، لانه الانسان الريفي معاناته دي عنده اولويات، يعني حتى في الاحتياجات الاساسيه بتقدم الماكل والمشرب والملبس على التعليم والصحه في بعض الاحيان، عشان كده الناس لازم ترتب الاولويه داخل المجتمع الريفي. صح، لانه دي من اساس الحياه، لكن الحياه برضه انه الابناء يتعلموا ويتقدموا، وما في اب او اسره بترضى لابنها انه يكون امي او ما متعلم حتى لو هو في فئه صغيره من العمر. طيب الريف كله يعني في الفترة الأخيرة جاء المركز الخرطوم هنا، جاء ليه؟ لأنه هنا في كثير جدا من المشاريع الإنتاج، في مصانع أو كده، عشان الرزق يكون مباشر أو الأجر يكون مباشر يعني. هجروا الأراضي الزراعية، ما عايز أقول هجروها لأنهم عايزين يهجروها، ليه؟ لأنه مدخلات الإنتاج بيجت صعبة حتى في الوقود أو الزراعة المطرية فيها شح أو كده. فلو دارين نأسس لتأسيس حقيقي لأنه الريف ده يكون منتج عشان ينمي نفسه بنفسه، المفروض يحصل شنو في المقام الأول؟ والله المفروض تكون في استراتيجية، يعني استراتيجية كاملة، ممكن تكون استراتيجية قومية، والاستراتيجية دي تتوزع على برامج، والبرامج تتوزع على مشاريع، والمشاريع دي كلها تكون موجهة للمجتمع الريفي. الريف هو يعني ممكن نقول مصدر الخير كله. أي مجتمع وأي اقتصاد في أي دولة إذا لقيت إنه هو منهار، تأكد إنه في انهيار داخل المجتمع الريفي، وظل حاصل عندنا في العالم الثالث بالتحديد وفي السودان. إذا حاب إنك تغير لازم تكون في استراتيجية حقيقية وتستهدف الإنسان الريفي في موقعه، تشجعه على ممكن نقول الأشياء اللي بيزيد في إنتاجه الزراعي وإنتاجه الرعوي، حتى في الصناعات المحلية والحرفية التقليدية، تشجعه إنه هو يكون مستقر في مجتمعه وآمن في مجتمعه. مجرد ما تدخل يعني اتجاهات أخرى بتاعت حروب ونزاعات وضغط اقتصادي، أول شيء بفكر فيه الإنسان بفكر إنه يصل لبر الأمان. بر الأمان هو ينتقل للمدينة اللي فيها الخدمات والفيها الأشياء الممكن يعني يساعده في العيش. أنت برضو ما ممكن يعني لو بتوافقني الرأي إنه حتى رؤوس الأموال والناس المنتجين بيفكروا دائما في الربح السريع والمشاريع الممكن يلقوا منها عائد مادي بأسرع فرصة بأقل تكلفة أو كذا. فكيف ممكن نناشد كل الناس اللي عندهم المال لأراضي السودان الشاسعة اللي ما بتنتج بس زراعة، يعني تنتج كثير من الخيرات، إنه ينفذوا مشاريع حقيقية هناك حية تفيدهم هم في المقام الأول وتوفر فرص عمل كبيرة بالنسبة للتنمية الريفية، وكمان يلقوا منها عائد مادي كويس؟ دي بيرجع لاهتمام الجهات الرسمية بتوفير وسائل الجذب الممكنة، عشان تقول لصاحب رأس المال أمشي الريف أزرع، أكيد أنت محتاج إنك توفر له بنية تحتية، توفر لهم معينات توصلوا لهناك. أنا ما ممكن أشيل أموالي من المدن اللي ممكن نقول فيها بنية تحتية وفيها خدمات وكل الأشياء متوفرة، أمشي لريف قاحل ما فيه أي شيء، أنا أشتغل كيف؟ بالبلدي هقول لك يا أخي مستحيل طبعا. علشان كده وفر وسائل الجذب الممكنة بتخلي رؤوس الأموال تتوجه للريف، ما إنه الريف عندنا في السودان ريف منتج وريف يعني فيه كل شيء، بس بيفتقد للبنية التحتية. صح، والحاجة دي يعني برضو متجذرة في إنه أوضاع البلد المتأرجحة دي، مرة أمان ومرة استقرار ومرة حالة كبيرة من الانفجار. يعني إذا كان مستثمر داخل أو مستثمر خارجي ما لم تتوفر زي ما ذكرتها قوانين بتاعت استثمار جاذبة أو تمهيد لأرضية كويسة إنه يمشي عليها، والأمان هو الأساس في كل حاجة. برضو الأمان لمواطن الريف، ممكن النزاعات اللي بقينا نشوفها كلها إذا كان في دارفور لإنسان الريف برضو الإنسان ساكن في معسكرات النزوح، يعني عشان يعود طواعية حتى من معسكراته لقرى في مناطق الريف برضو محتاجة لتهيئة حقيقية. لازم انت اذا قلت لي اخرج من المعسكرات وارجع لموطنك الاصلي ومارس حياتك الطبيعيه، ازرع وارعى بابقارك باغنامك، اول شيء توفر لي الامن والاستقرار واحس انه فعلا انا ممكن اقدر اعيش، يعني متوفر لي سبل الحياه الطيبه، خلاف ذلك تبقى احلام يعني الحاجه دي وما بتتحقق بسهوله. ونحن ذاته عشان الموضوع ما يبقى احلام ساي، يبقى واقع معاش، ونحن نقدر نغير حقيقه، يعني ما يكون كلام بيشيلوا الهوى وبيصل للناس.
ممكن في جزء يقول والله يا أخي ما في أرضية، وجزء يقول والله دي بادرة خير كويسة بخصوص التوعية اللي بتابعون الآن. طيب نمشي لجانب تاني، المرأة هي الليدر أو هي الأساس الممكن يربي وبعد ذاك يدخر ويكون عنده الحاجات بتاعت الأسرة، يعني على عكس الرب الأسرة اللي بيكون بيعمل في مجالات كثيرة وبيجي مرهق وتعبان من العمل يعني عشان يوفر لقمة العيش الحلال. فكيف ممكن يمكن المرأة الريفية في مشاريع الإنتاج حتى البسيطة والناشئة ممكن تكفي احتياجها؟ المرأة الريفية والمرأة عموما هي عمود الأسرة بالتحديد. لما تكون مرأة ريفية هي ممكن المرأة الأكثر معاناة في الوقت الحالي، اللي ما بتقدر تصل لأي معين من المعينات رغم أدوارها المتعددة. يعني إذا ضفنا للدور التقليدي للمرأة الدور الإنجابي، أضفنا الدور المجتمعي والدور الوظيفي والدور الاقتصادي يعني بتقوم به المرأة في كثير جدا من أنحاء، إحنا ما نمشي بعيد في السودان صح. في الريف السوداني المرأة بتعمل في الزراعة، بتعمل في الرعي، بتعمل حتى في الأعمال الشاقة، حتى في المباني صح. يعني إذا يعني حبينا إنه نغير الأوضاع الريفية لازم نركز على شريحة المرأة بالتحديد اللي بتمثل هي عمود الأسرة، اللي تقوم بالتنشئة الاجتماعية، اللي هي بتربي الأجيال كلها، من فوق لكده عندها أدوار أخرى. نحن اهتمامنا بالمرأة الريفية هو اهتمامنا بالتنمية الريفية، يعني بنقول الكلام ده مش من باب الجندر فقط، بنقول من باب النوع والجندر وباب الحقيقة إنه المرأة هي أساس التنمية الريفية بالتحديد كشريحة داخل المجتمع في الوقت الحالي. دكتور لو حصل تنمية حقيقية وحصل تأسيس متين للمرأة ومكننا عشان تقوم بكل واجباتها بخصوص برضو المشاريع الناشئة، إذا مكننا المرأة النتائج ممكن تكون شكلها كيف؟ النتائج طبعا يعني هتكون إيجابية، وفعلا دي الصورة اللي بنحلم بها إنه نشوفها في عالمنا اليوم، إنه المرأة المتمكنة القادرة إنها هي تصل لصنع واتخاذ القرار، وقادرة إنها هي تكون داخل الحقول في المواقع الريفية منتجة بصورة طيبة، وداخل الأسرة هي فوق للدور الإنجابي بيساعد في التنشئة الاجتماعية، هو سلامة ممكن نقول للأسرة وسلامة للأجيال المستقبلية اللي نحن بننشد إنها هي تبني السودان في يوم من الأيام. طيب دكتور الريف بيعمل والمرأة بتعمل وكون تكون عندها كثير من المشاريع يعني، لكن ما في زوجها بلا خبر، بمعنى انه يبقى المجهود مكتمل، مجهود على مستوى الحكومه وعلى مستوى الافراد وعلى مستوى الاجهزه الاعلاميه التقليديه والاعلام الحديث. قدر كيف لو اتجهنا نحن بكاميراتنا وبعدساتنا او حتى عن طريق الهاتف صحافه الموبايل صورنا انجازات حقيقيه للمراه الريفيه، كيف ممكن التاثير يكون على بقيه المناطق؟ والله التاثير هيكون كبير طبعا، دور الاعلام والسلطه اللي يسموها السلطه الرابعه ألا ما أعتقد ما دقيق، لكن المرأة ودورها في المجتمع إذا عكسنا ويعني نشاطها داخل المواقع، في مواقع كثيرة جدا هي تمثل نماذج، إذا حاولنا إنه نقلنا النماذج دي من مجتمع لآخر وسلطنا الضوء عليها أنا متأكد بنقلل كثير جدا، ودي واحدة من وسائل الجذب اللي بتخلي إنه الآخرين يفكروا في إنه يكونوا في الريف ويستثمروا في الريف ويساعدوا المرأة الريفية، لأنه في كثير جدا من المجتمعات الآن بعيدة من عالم الإعلام، ما في زول جايب لها خبر زي ما أنت قلت، وهم بيعملوا يعني بعيدا عيون الناس بعيدا الكاميرات، فمحتاجين إنه يوصلوا صوتهم ويوصلوا للآخرين إنه يشوفوا إنهم بيعملوا في شنو ويتحمسوا أي ويحمسوا غيرهم برضو يعني أكيد. بالذات لما تلقى اهتمام أي مرات دي حاجة اللي أنت بتعمله بتكسب منها عيش وبعد ذلك بتكفي منها احتياجك، لكن الرسالة مرات لما تجي من مرأة لمرأة ومرأة عاملة ومرأة منتجة ممكن تلعب دور كبير في 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 تشجيع النساء. طيب لو جينا في جانب تاني لكل الناس اللي بتتابعونا الان في ظلال الاصيل بالتحديد في طريقه التنميه الريفيه، انت بزاويه شوفك بتشوف اكثر المعوقات شنو اللي بتخص او اللي بتجيب عائق كبير امام التنميه الريفيه من المجتمع نفسه مجتمع الريف ومن الجهات الرسميه او المجتمع ككل، يعني شنو ابرز المعوقات ممكن تقف قدام التنميه الريفيه في التوقيت ده بالتحديد؟ فما اكثر المعوقات في الوقت الحالي، لكن لو قدرنا نعددها اكون متفائل يعني قليلا، انه كثير جدا من الحاجات اللي بتعيق انه ما في استراتيجيه قوميه بتستهدف المجتمع الريفي، وما في تمويل مباشر للمشروعات الريفيه، وبعد ذاك ممكن تضيف ارتفاع معدلات الاميه وسط الإنسان الريفي سواء كانوا نساء أم رجال، حتى الشباب حتى الأطفال، يعني نسبة التسرب التعليمي كبير جدا وعالي، من فوق لكده يعني أبسط المعينات اللي بتعين الزول عشان ينتج في الريف ما في. يعني الآن إذا حسبت إنه
أي من البنوك عندها أفرع مثلاً داخل القرى، المفروض في كل قرية يكون في بنكي، يكون في جانب تمويلي، يكون عشان المزارعين يتلقوا القروض ويتلقوا مثلاً أشياء كمعينات إنه ممكن يساعدون في الإنتاج. لكن الحاجات دي كلها ما لم تكون في استراتيجية قومية موجهة للمجتمع الريفي وتستهدف الإنسان الريفي بالتحديد، التغيير والتعديل هيكون صعب شوية. طيب يعني لو جينا في جانب التفعيل دكتور محمد سليمان، يعني تفعيل التنمية الريفية، ونحن دائما نسى نحن في مشكلة كبيرة كل ما مرة، يعني في بخصوص كل عام في شهر واحد بتكون في موازنة جديدة. الموازنة دي لازم تكون شنو؟ تكون عادلة على أقل تقدير يعني، وده ما تشكيك يعني في الموازنة، لكن نحن بنقول إنه من ناشد من قناة الشروق هنا، من ناشد الجهات الحكومية والجهات المختصة إنه تضيف في موازنتها عن طريق القواعد تنفذ على أقل تقدير، تكون في نسبة مالية معينة تمشي لصالح التنمية الريفية. دي ممكن تساعدهم إنه يقللوا الضغط الكبير على المركز وينموا الريف، وممكن بعد ذلك التنمية تكون بالعدوى، يعني العدوى الحميدة دي. إن شاء الله تكون عدوى حميدة. فكيف الجهد ممكن أنت تشوفه بزاوية شوفك من الحكومات يعني الناشدة من هنا؟ والموازنة نفسها عشان تتعافى هي محتاجة إن يعني جزء كبير منها يمشي للريف. لأنه إذا تحدثت عن الإنتاج بتتحدث عن الريف. نحن دولة السودانية دولة زراعية، عدد السكان الريفيين كم يعني من نسبة السكان السودانيين يعني الموجودين في القرى؟ الآن الأوضاع الاقتصادية مدهورة في دولتنا دي بالتحديد، لأنه الريف مدهور. إذا في زراعة حقيقية وفي إنتاج حقيقي وفي مثلاً تربية للثروة الحيوانية والرعاية البيطرية والعناية البيطرية الخاصة بالثروة الحيوانية، أكيد نحن ميزانيتنا بتكون كبيرة جداً. يعني عكس الآن إذا ركزت في الحضر يعني بينتج، لكن إنتاجه ما بيضاهي إنتاج الريف معروف يعني. وهو الريف ذاته يعني معظم الثروة الحيوانية الكبيرة هي ما أحيانا ما بتكون ملك للدولة، هي ملك لأفراد في أرياف السودان، يعني رؤوس الماشية أو كذا. والله بنتمنى ودعواتنا معاك صادقة، دعواتنا بالدعوات وبالعمل كمان إن السودان ده يكون أخضر والريف يلقى حظه من التنمية في كل وقت وفي كل زمن. احنا قادرين جدا لحضورك دكتور محمد سليمان على كل الرشيدات اللي قدمتها في بريد المجتمع في بريد التنمية الريفية. كتر خيرك. جزاكم الله الف خير. الله يجزاك خير. شكرا على حضورك. خير إن شاء الله.